اليوم رحلتنا المشوقة حتكون لمدينة جدة بالسعودية، وفي التسعينات واحدة من أشهر عمليات النصب بوقتها والمعروفة بهامور سوا. ياخذنا لها صناع فيلم الهامور حاء عين، وإذا كنت من اللي ما شافوا فيلم سعودي من قبل فهالفيلم الجماهيري راح يعجبك. لاونج الخميس. في اللاونج راح ناخذكم برحلة بين ملخصات ومقترحات للأفلام وغرائب بعالم السينما، تابعونا. بالبداية تنطلق القصة من أزقة مكة حول مجموعة من الشباب المشاغبين والطموحين، واللي هم حامد، فهد القحطاني وأصدقائه، اللي يسعوا للعمل بجدة لتحسين مستواهم المعيشي، وتشترط عليه أم حامد إنه يتزوج قبل ما ينتقل جدة، فيتزوج من فاطمة اللي تلعب دورها خيرية أبو لبن، ويبدأ عمله كحارس أمن بأحد أبراج جدة الفارهة، ويكتشف عوالم ثانية ما كان يعرف عنها شيء، لكنه يقرر الاستقالة بعد مرور أشهر، ويواجه صعوبة بالحصول على وظيفة ثانية تأمن نفقاته هو وزوجته الحامل. فتتوسط له والدته عن زوج بنتها أبو وردة، ويوظفه بشركته بالكول سنتر، وشغله يتصل بالعملاء ويقنعهم بالاشتراك بمجموعة قنوات تلفزيونية مدفوعة. يفشل بالبداية، ولكنه بمساعدة زميل له يتعلم فن التسويق، ويزور صديق قديم له من مكة وهو سليمان، واللي يمثل دوره خالد يسلم. سليمان يشتغل بمحل بيع جوالات، ويقنعه بأنه يشاركه بالتسويق الهواتف النقالة ويحقق ربح كبير منها، ويعمل جمعية بينه وبين زملائه بالعمل، لكنه يتعثر بسدادها، فيبحث عن حل بمساعدة سليمان واللي يعرفه على أبو عزة إسماعيل الحسن، ولكنه ينصب عليه فياخذ منه كروت اتصالات علشان يعوض فلوسه اللي نصب عليه فيها، وتصير هي بوابته للثراء الفاحش، ويسدد لزملاء أموالهم ب10% ربح. بس راكان اللي هو علي الشريف يسأله عن مصدر ربحه، ووقتها يضم الفريق تسويق هالكروت مع سليمان وأبو عزة، وتبدأ رحلتهم نحو تحقيق الآلاف في الملايين، وتمشي تجارتهم بشكل ممتاز، ويعيشوا حياة صاخبة، حفلات ومخدرات وغيرها من الممنوعات. ويقرر حامد يشتري قصر له ولزوجته فاطمة وأولاده، وقصر ثاني لوالدته. بس بأحد الحفلات يتعرف على جيهان اللي هي فاطمة البنوي، وتعرف زوجته بعلاقتهم، وتقرر تتطلق وترجع مكة مع أولادها، ويتزوج هو جيهان بحفل ضخم، وتبدأ المشاكل تظهر بشركة حامد بنصب بعض الوسطاء اللي يشتغلوا تحت يده على الناس، وسرقة الأموال والهرب فيها لخارج المملكة، ويبدأ حامد يتعثر، فيقرر مشاركة رجل أعمال كبير كان رافض مشاركته من قبل عشان يحافظ على استقلاليته، بس اضطر. وبعدها قدم أحد المتضررين من عدم السداد شكوى ضده للشرطة، ولما تبدأ الأمور تستقر وترجع تجارته تربح ويزيد عدد الراغبين بالمساهمة بالشركة، ينشر أخوه اللي كان دايماً يتسبب له بمشاكل صورته بأحد المجلات، ويوصفه فيها بأنه هامور، ويبدأ المستثمرين بشركته يلاحقوه ويطالبوا بأموالهم، ويعجز هو عن سدادها، ويتم إلقاء القبض عليه ومصادرة جميع أمواله، فتترك زوجته جيهان وتطلب الطلاق، ويخونه أصدقائه وينسجن 20 سنة. وبعد خروجه من السجن يروح لصحراء جدة علشان يطلع أموال وذهب كان دفنهم فيها قبل حبسه، بس اكتشف إنه الصحراء ما عادت صحراء، وتم بناء مبنى ضخم فوق كنزة. الفيلم تم اختياره عشان يمثل السعودية بالأوسكار سنة 2023، وحقق وقتها نجاح سينمائي كبير بصالات السينما. سناك بوكس. عزيزي المشاهد، تحب مشاهدة أفلام الأشباح؟ إيش ممكن تعمل لو شفت واحد منهم في الحقيقة؟ رح تهرب أو ما حتقدر تتحرك من الخوف؟ تعال نقول لك إيش عملوا بعض النجوم بمواقف مشابهة، والبداية مع الفنان المصري الكبير عزة أبو عوف، اللي قال إنه ظهر له هو وشقيقاته شبح سلفادور، ولما قالوا لوالدهم ما صدقهم وقال لهم خلوه يطلع لي. وبعد وقت سافر عزة وشقيقاته ووالدته للإسكندرية، وتركوا أبوهم في المنزل لوحده في القاهرة. وبيوم من الأيام كان يشتغل على لحن جديد، فقرر يروح للمطبخ ويعمل فنجان قهوة، بس سمع صوت البيانو يعزف لحاله، ومع هذا ما صدق إلين ما ظهر له وجه الشبح، فترك المنزل وهرب وراح لأبنائه في الإسكندرية ملابس البيت.
والشبح نفسه شافت الفنانة يسرى واللي أكدت أنه ظهر لها لما كانت تبات عند صديقتها مها أبو عوف، ولما شافته أصابها بالرعب وخرجت من شباك المنزل بملابس النوم واتجهت لمنزلها والخوف يملأ قلبها. أما نجمة هوليوود إيما ستون فقالت بلقاء تلفزيوني أنه شبح جدها المتوفي كان يزورها بطفولتها ويترك لها الأموال، وأكدت أنها ما شافت جدها بحياتها أبداً وأنها متأكدة أنه شبح. وشاف الفنان ماثيو ماكونهي لما انتقل لمنزل جديد امرأة مسنة تعمل ضجة كأنها كسرت شيء وبعدها اختفت. قول لنا إيش كنت حتعمل لو كنت مكانهم؟ أجمد فيلم. إذا كنت من هواة جمع الآمال خلينا نرشح لك فيلمين عن الثراء السريع. الفيلم الأول هو رائعة المخرج المبدع مارتن سكورسيزي وأحد أكثر أفلامه ربحاً حول العالم The Wolf of Wall Street، والمأخوذ عن السيرة الذاتية الرجل الأعمال الأمريكي جولدن بيلفورت واللي جسد دور الفنان ليوناردو دي كابريو. الفيلم ترشح لعشرات الجوائز منها 5 جوائز أوسكار، والطريف في الأمر أنه سجل رقم قياسي بموسوعة جينيس كأكثر فيلم استخدم في شتائم تاريخ السينما، ويروي قصة صعود وهبوط رجل أعمال شهير حقق ثراء فاحش من البورصة وبدأ ببناء شركته بمجموعة من الموظفين العاديين بعد ما علمهم كل شيء عن البورصة وكيفية التسويق للأسهم. وبعد تورطه بأمور غير قانونية يقبض عليه الـ FBI ويتم الحكم عليه بالسجن ل3 أعوام، وبعدها يخرج ويبدأ من جديد. والفيلم الثاني هو The Social Network واللي يروي السيرة الذاتية لمارك زوكربيرغ من لما كان طالب بجامعة هارفارد، وكيف بنى فيسبوك مع صديق له من خلال بناء موقع على الانترنت كانت غايته الأولى إتاحة الفرصة للطلاب الذكور تصنيف طالبات هارفارد حسب جاذبيتهم وسموه فيس ماش لحد ما يتوسع الأمر. وإذا كنت من محبي فيسبوك فلازم تشوفه.